عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله عزيزي المشاهد. قبل أن نبدأ الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك. مقطع مجلس رايد اللي راح بيومين جبتوا 100,000 لايك، عشان كذا نفس اتفاقنا اللي قاله أحمد، إذا وصلتوا 100,000 لايك بنزل لكم مقطع بعد 3 أيام. وهذا خذوا هذا التصريح الثاني، خذوا هذا التصريح الثاني. إذا وصل هذا 100,000 يا رايد خلال 3 أيام، أيوة بتنزل مقطع بعدها ب3 أيام على طول. والمقطع تحدي بلوت، انزلوا لنا. لا لا بسيطين ورب الكعبة تم والله ما يفوزون يا أحمد، سهلين ذولا. إذا وصل 100,000 لايك هذا على طول تنزل بعدها بلوت. أنا أي شيء أي شيء أي شيء ما يدخل أي شيء. تم 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 تم. طيب شوف هذا قريتش يا جماعة، قريتش رايد ما يوقف مقاطع لو وصل 100,000 لايك. والله الحين أحمد أنت تشرح لي صح؟ ايه احنا الاحمر هم الازرق، لازم اشرح لك انا الكلمات تتجاوب اوكي. شرح الان عندي الان، انا بكتب لذا بس اصبر خليني اقرا ما قريت. حلو، في صوره جام مكتوب قاعدين نبي التيك توك. ليش انتم اودن انتم ما تدرون عن شيء؟ انا واحمد محترفين باللعبه هذه ونفستوا علينا الفوز من 3، نفستوا 10,000 ريال تجيب جاب اقسم اليوم. بالله العظيم لا لا دقيقه على كيف امك. انا ما وافق احمد 5,000 انا 5,000 ايش دعوه احمد. لا لا دقيقه 10,000 لي و10,000 لا 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 10,000 والله لو اني مفحت على بنك الراجعي. لا 5-5 واحمد رحمه شدوا حيلكم على حسب دقيت خصوم من 3-0 كل واحد 10. تم 3-0 كل واحد 10 كل واحد 10 تكفى نخيتك يا اودي. اسمع 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 هيك ترمدا تكفى. دقيقه 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 شونج ما نبي عشرتك بس خلينا نفوز. لا لا احمد لا مستحيل احمد ما يخليني. وين ناخذ 10 10 نعطي شونج 2000 2000 ترى احمد الان معطي ميوت قاعد يسولف ترى. ها قاعد يسولف اقسم بالله ماني قادر افكر سولفكم كثير. يلا يلا ثواني خلني اقرا كلمات محتوى وكذا العيب العيب. طيب احمد مبدئيا بيعطيني كلمتين، قلبي يقول انه بيعطيني كلمتين ولكن ما ادري والله العظيم. زر ومجهر موقع عشاء حريق، مسدس الف مصر برتقال مركز قرن او قرن ارهن قرن بطعن قرن روما مصرف مصرف نادي غواص بوق محامي بنر ملعب غاز ليل قانون شراب اتوقع مدري شراب مخرج خرطوم. ان شاء الله نسهل على احمد باذن الله. انا واثق بك كم راوند. اوه اه اه دوري دوري. لا لا عندي عندي انا عندي لا انا لا لا, لا, لا دور هذا الحين تسكتون انتم يا ليش يسكت؟ طيب لانه انا اللي بجاوب الان. ممنوع انك تغششني، ممنوع انك تخربط علي، خليني افكر. اشوف كلامك مو منطقي. تفضل طيب. تفضل احمد كتب شرطه جوابين خطب. زر ما له دخل مجهر لا موقع ممكن جراند 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 ممكن برضو مركز شرطه هذه اصول نحطها عليها يعني انه مركز شرطه لا مسدس لا لا. مسدس برضو شرطه مصرف سرقه مصرف شرطه ما له دخل صح المصرف اللي بتسحب منه 10,000 حقتنا. ابغى نسكت لو سمحت تتتوني يعني عشان ما اسكت 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 اخلص الوقت اشوف. الله احمد ليه حط لي 2 فرط حط 3 بس محامي محامي بالشرطه. اول شيء بنلعب اصول وبقول مركز الحمد لله هذه صح. هل محامي ولا مسدس؟ شرطي مع مسدس خرطوم مخرج قانون قانون لا لا محامي المحامي هذا وين يكون بالمحكمة ما له دخل فمسدس غالبا. بسم الله أكيد يس ايوه يا شمري ايوه يا شمري. يلا يا محمد يلا يلا عندك ضغطنا دول يقوي ضغطنا. اسمع دورنا اودن يلا جاهزين يلا بسرعة كذا. انت كتبت بس اصبر بتطلع لك يلا حط على الجنب فراغ الجنب. هي شوف الحين دورهم ها بدينا 2. بسم الله الرحمن الرحيم عندنا رز ومجهر وموقع وعشاء وحريق زر زر مو رز حبيبي حبيبي ركز شوي. لا تتكلم اودن 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 اص ممنوع بدينا. طيب نحط واحده هنا اسر اوه ابغى احدد بدون ما اختار شلون اضغط عليها بس اضغط على اصبع يلا عندنا خلاص جبتها. وش هي روما هذه صح احسن علي ما عليك يا ابو سعد يا والله ثقه. سلم 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 الطاره سلم الطاره يلا اللي تحت عط رايد خليك بعضهم عط شلون اللي تحت في تحت كلام انجليزي تحت تحت المربعات اسوي اند اند ايوه 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 تفضل تفضل ايوه يلا احمد ابو شاي احنا 6 وهم 7 الافضليه لنا انضغطوا هي ضاعوا 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 تكفى يا اودي. اسمع 10,000 10,000 نروح اليابان والله
جنون والله واحلى كاتس واحلى يبيلها. الحين في بطايق لهم وبطايق لنا صح؟ ايه طب لو ضغطت على بطاقتهم يعطيك العافيه. ايوه يعطيك العافيه. وفي بطاقه سوداء اذا ضغطت عليها انت الجيم كامل نفوز. جي جي مساعد راحت ال 10000. ايوه فهمت انتبه. والله انا اقعد افكر بال 10000 ووظب الانترا حسها بدت تهج فيها. والله ما يخرج 10000 هي قيمتها كلها 10000. ايه عشم عشم. اوه 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 طيب طفايه او قصدي طفي ماكينه الانترا بتركع. طيب احمد دقيقه احمد اكتب لي طفايه. طيب طيب طفايه. اوه زر الطفايه عمزه عمزه. طفايه حريق يا احمد. احسنت يا رايد الله رايد كلمات يبغى لها. اسمعوا اسمعوا انا عندي حريات. احمد اذا اعطاني كلمه اعرفوا اللي بعده بيعطيني ثلاث ولا اربع يفجر الدنيا. شد حيلك روح سلم سلم الدور بس سلم سلمهم بس سلمهم عشان ما خليك تدفع العشر لحالك. ادرس اللعب روح يا اودن اعطي ثلاث قاعد اغش. لا تم ابو سعد بالتوفيق. اثق والله اثق. ايه طيب. انا بتكي على الكلام. طيب اودن طيب دقيقه. ايجار موقع عشاء طيب يعني الف وبرتقال غواص نادي مصرف قرن غاز ملعب هاي واضحة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم بروح على المضمون. أنا فتح على طول. أصبر هنا وشي يا وراك سلطة شكرا الدول. الحمد لله أصص تجاوب يا أودن تجاوب أودن أص أص الحمد لله. خلاص اسكت اسكت احفظها. أص تقدر تزود له بعد شوي. زود له ثلاث هذه وهو يجاوب. هنك مخ هذا بسين هنك ترى العشرة باخذها منك. والله ما تاخذ ريال ورب الكعبة. لو اسرق الانترا يخذها ما تسوى 2000. لو اكتب هلال ملعب بيحط خافي نيضة ملعب ما يلا رايد فاكهة رايد. ايه احمد كان بيكتب فاكهة لكن جاب العيد كتب فاكهة من كثر ما هو حار كذا مستعجل لدرجة انه سحب على الحرف. اي والله العظيم قلبي يقول بسم الله فاكهة برتقال. حياكم الله. ما اقدر والله رايد ما اقدر ما اقدر ما اقدر ما اقدر ما اقدر اسمح لي ما اقدر. يلا 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 عندكم بدون تلميع. يلا يا اودن 5-5 تعادل الان. ايه بنطلع الحين 3. روح يا اودن. يا عيال ما في كلماتي صعبة انا لازم احط كلمة واحدة اشرح فيها ابغى دقيقه. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم هذه من الجيم اللي راح. طيب اضغط عندنا واحد جيب العيد. اي هذه ثانيه الجهر ما يضغط الموقع يضغط العشاء ما يضغط لو ما يضغط يعني العشاء فيه تكوير وذا. الف غواص نادي مصرف قرن. اودن ايش سويت فيني اودن؟ شراب وش خل هذا حقتنا وش حق الناس للناس؟ طع عليه. وهذه حقت الناس للناس والله جامعة. طيب خلاص خلاص اثنين اكتب لك اثنين. اصبر اقدر اختار حبيبي اكتب لك اثنين بس كلمتين جاوبت انت صح. ليه ممنوع؟ ايوه اضغط زر وجاوب الثاني على القديمة. لا 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 هذا حقت الجيم اللي ماضي. مساعد والله بدهم ينضغطون. مساعد والله بدهم ينضغطون حبيبي. وش اضغط؟ اضغط اند جيم بسرعه اند المدري ايش. صادق اقول لك والله اني صادق. اذا هو يبي كلمتين هذه يحط لك ثلاث كلمات كلمتين هذه والثالثه كذا. يا ويلي ثلاثه وحنا انا واحمد 5. والله اقسم بالله ما في. يا عيال ايش رايكم بهذه؟ لو اكتب موسيقى واحط الاثنين هل ممكن انه يجيب بوق ونادي نادي موسيقى نادي موسيقى يا عيال يفكر كذا هو موسيقى. والله ما في الا كذا يا عيال. خاف يختار الليل يا عيال بموت. لا اختار الليل والله ما والله ما حطه الموت. اثنين موسيقى يعني مجهر لا موقع لا قرن غاز ملعب محامي قانون ليل بوق نادي. يا ولد البوق لا يكون يحسب انه شو اسمه ذا مزمار. صدقوني ما يعرف يا عيال احمد يحسب انه مزمار احد. بوق اللي طلع صوت بس موسيقى ملعب. اوه يا لالي نروح انا واحمد ملعب كل اخذت مباراه الهلال نروح الملعب كله هي هي.
مستحيل. بوق واحدة غواص يغوص لا ما يمدي والله ما تجي ليل موسيقى بالليل صح؟ موقع يلا مشينا موقع الموسيقى يلا خلنا نروح يلا عندنا موقع في موسيقى وحفلة لا أنا بختار بوق هذا خلاص عاد والله أنا حاسب إنه مسمار شكله والله أنا حاسب إنه مسمار يا الله يا عشان يطلع صوت مسك الموسيقى طيب الثاني وشلون؟ وأحمد من أول منك أصلاً لأنه مرة صعبة فما أدري شو اختار ملعب غالباً ملعب القرن القرن الهنود العمر يأخذون القرن يحطون نفس الب هذا لا 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 مستحيل والله أنا شوف أنا مستحيل يا جماعة الخير أنا مخي مرة جاي فبختار ملعب أنا خاف الملعب لهم يجوا صعب يبقى لهم اثنين يفوزون أما غناة الذئب ولا فقرة بسم الله إيش هذا؟ الحمد لله طيب ده اي والله ان الشاي بيشبهك رايت نفس النظاره يا عيال بدي تنمر عشان لبس نظاره دارك احمد لا تكلم احمد انا ادري انك منك مره والله انا معلم لا دقيقه سويت انا وكم في سوده واحده لثنتين اذا مو ملعب توقع نادي وشو بس يا ابو ريحه هذا ابو ريحه صادق ليل ولا نجهر موقع عشاء العشاء يجي لا ولا استغفر الله ركب النار يا أخي ليش واحدة يا أخي أخذ في غاز إيه أضغط 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 جيم أضغط جيم يا ولد يا عيال تذكرت أنا شوي والله مصيبة يا عيال ما أقدر والله ما أقدر يا عيال مجهر وألف ونادي وقانون كيف هذه الكلمات أقدر أربطها مع بعض مجهر وألف ونادي وقانون خلني أسوي سيناريو بسوي سيناريو تمام مجهر هذا بالمختبر والالف هذه حروف والنادي للتمرن والقانون عيون اكتب جامعه اكتب الجامعه فيها مجهر والجامعه فيها نادي والجامعه فيها قانون الله لا اسويها احمد وش هذا يلا بسم الله الجامعه فيها قانون هذا اصول الجامعة فيها ليل وهي جامعة فيها نادي يلعبون كورة ولا لا النادي حقة الموسيقى اللي قبل شوي أحس ايوه صح 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 ايوه سعد هبيدي طيب مجهر يلا شباب اليوم عندنا تشريح جربوع تشوفون ايش اسمه المعدة حقة البوش المجهر المجهر موجود بالجامعة موقع شباب يلا انا ضيعت انا رحت ايش اسمه جامعة نورة وبين جامعة الرجال أعطوني سوري الموقع يلا يا ولد خذ الموقع أتوقع أنه موقع يعني خلصنا أربعة خلونا نبدأ بقانون نحمدك يا الله الحمد لله محامي ممكن محامي تخرج صح مبروك لك لقد صرت محامي أنت يلا روح حقق أنا العرمية لا مجهر بسم الله الله أكبر يا ويلي يا احمد لو اجاوب اثنين ورب الكعبه لابسي بكره اتفناني طيب نهدي شوي احمد سامحني ها سامحني ممكن انه نجيب العيد اختار نادي يا ربي شوفوا شورتي البرتقالي شوفوا يا الله يا ربي يا احمد خلاص طيب اصبر خلاص طيب لا اله الا الله محمد رسول الله طيب احمد يمكن قصده انه بالجامعه عشاء انه في فطور نفطر بالجامعه بس انه حط عشاء قال يلا الجامعه منك كل محامي تخرج مخرج طوارئ بالجامعه صح خلاص كيف رايك يا عيال رب الكعب اني انا مره صدعت موقع الجامعه او مخرج الجامعه مخرج رايد مخرج 10 مخرج ولا موقع الجامعه مخرج الجامعه كله صح ما ادري ورب الكعب اني انا مصدع جدا طيب ألف يمكن واحد ابوه غني يعطي فسحته 1000 الجامعة مكافأتهم 1000 ريال ايوه صح 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 او رب الكعبة لو يحط احمد يمكن اوقف صح صح صح
مكافأتهم 1000 ريال يا احمد تكفى قولي موقع 10000 صح صح والله يفكر فيها احمد وين صح خارق صح 1000 صح 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 تكفى صح تكفى صح انا اسف اني طولت يا جماعه الخير المفروض يحطون لنا وقت استلامكم انتم ما حطيتوا وقت انا اسف سمعوني اعطاني اربع يا الاربع تكفى صح 1000 تكفى تكفى صح الجامعة ما انا ما انا يا عيال المشكلة اني انا ما عمري دخلت جامعة بحياتي انا من ثانوي وعلى طول مصرف الجامعة ولا 1000 حقت الجامعة ولا موقع عشان مستحيل ولا مخرج 1000 الله يا رب لك الحمد يا احمد من الخرطوم يا الله يا الحمد لله يا الله يا رايدنا احمد انا قصدك المكافاه لا انا انت 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 حللتها احسن من تحليلي انا كان قصدي الف الف باء تاء ثاء بس انت حللتها صح اقسم بالله يا جماعه يا الله والله رايد هذا الريمونتادا وين سابع المستحيل اقول لك يشتغل زي كذا سابع المستحيل واقسم بالله العظيم الذي رفع السماوات ها ونزل سبع اراضي اني ما غشيت وان كل شيء محظوظ 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 اي لا لا مو مش محظوظ اسرائيل لازم تنصفني بكلمه الجامعه لازم تنصفني شيء يا احمد انا قلت شيء يخوف انت انزل طيب انزل انزل سبي مرة انزل سبي مرة يلا استرس ابو سعد بالله. والله اثق فيك والله اثق تكفى ابلش وش الكلمات قلبي وش الكلمات يا عيال يلا اقبل راجع راجع طيب بسم الله الرحمن الرحيم انا كيف بشرح لاحمد يا جماعه انا احنا الاحمر كلمات غيار خريف حرب الله الله يا سلام في كلمات حلوه بس في احس انه مخي اقدر اجمعها في حرب ومعبد الله اكبر اكتب ايش اكتب له جيم ثرونز مثلا في تنين وفي معبد وفي حرب صح في ماشيه بس الماشيه وشي الماشيه وشي لا تسوي شيء ابو سعد ازيدك ابو سعد انا عارف يا ابو سعد انت ثقافتك اتوصل ابو سعد ازيدك ابو سعد بغداد ومغرب مانشستر ما تحسب نادي ما تحسب دوله ليلي يا محمد لا تطلع انا في ميوت انا فانا بروح مع بغداد محمد اطلع فيس كام اطلع فيس كام حقه ابشر دقيقه كذا صح علي اي كذا صح عليك اي كذا صح عليك باقي لك واحده ابو سعد مغرب ولا مانشستر تكفى لا تاشر ابو سعد لا تاشر ابو سعد انا بروح للمغرب والله يكون يحسب المغرب بعد قصبه رصاص اصلي سور تنين معبد حرب علم اكيد طب طيب هذيك اسمها المغرب مو مغرب لا تسوي شيء لا تسوي ودي استحنك انا لا تسوي محمد يعرف وين في مانشستر محمد لا تسوي وجهك تكفى عشان تطلع والله ماني بقاعد الف ها اللي لا تسوي لا تسوي حركات شكلها اساسه يلا يا للي يا محمد اسمع والله لو اروح مع مانشستر يلا اختار مانشستر ياش الحمد لله يا باي الان عندي 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 إيه؟ يلا بسم الله بحطك في جلاد مدري احمد 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 انت متابع جيم ثرونز هذا شيء هذا خلصنا منه فبكتب لك جيم ثرونز حلوين ابحط لك كم كلمه يا احمد بتختار تنين وبتختار معبد وبيختار حرب تتوقعون طيب هل لو احط له ماشي بيختار ماشيه أربع ماشي أنه يعني شيء قديم يلا جيم ثرونز ثلاثة ودي أحط أربعة والله أربعة روح أحمد جاهز جاهز هات لا تخاف ما راح أخاف لا تخاف عطني وزهلني شكلها أنا فيك. شكلها ثنتين خذها وأنا مبارك إيش ذا جيم ثرونز حتى كتبه غلط طيب جيم ثرونز خلاص خلاص أص طيب جيم اوف ثرونز تمام نبدا حبه حبه اول شيء فيها تنين تمام خلصين منه جيم اوف ثرونز فيها تنين غيار جيم اوف ثرونز ما دخل بغيار خشبه ما دخل خشبه صندوق ما دخل رصمه ما في بلاط ممكن بلاط حق القصور بحط كذا عن قولك خريف ممكن فصل خريف في جيم اوف ثرونز بس لا رايد ما تابع الجمله علم في اعلام اعلام جيم اوف ثرونز حرب يتحاربون حروب وطعن معبد في معابد هناك واصنام وكفره كثار تنين خلصين منها قصبه
قصبة السكة ما في جليد، في عندهم الجليد هناك معروف، رصاص، ما عندهم أسلحة أصلي، ما في أصلي، سور عندهم سور، ما مغرب مستحيل هذه حقتهم، ماشية عندهم أغنام، طائرات ما عندهم، بيضة ما عندهم، ناي هذا الناي مدري وشو من لحية، عمارة ما عندهم، حجر عندهم، معجون ما عندهم. طيب نبدأ الآن بالأصول. أصول عندي تنين، هذه واحدة، يا سلام، الله أكبر، حرب هناك في حروب ولعن والدي والدين، بحط حرب، يا سلام، خلاص اسكت. علم، علم، أعلام هناك، شو وضع هالأعلام؟ أعلام وشغل ودنيا، الله ممكن أعلام، قصدي يمكن علم، علم، علم ممكن، معبد، عندهم معابد هناك، عندهم معابد وعندهم أصنام وعندهم سور، خشوا معبد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سور، طيب جليد، في جليد هناك، جليد، في جليد، فجليد هي أقرب واحدة الآن، بسم الله. يا معلم عادي 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 كفو 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 عادي 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 وسعد يرحم ما قصرت والله ما قصرت زين جت هذه شوف شوف بنعوض القديمة بس نبغى واحدة جديدة بوم يا رب إنك إنسان ذكي وتفكر مع مخك والله آي كيو فوق ما عليك يا رب والله هي بتتفاجأ اللهم منك وإليك بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بأودن طف الديسكورد خذي اسكت الحين تسكت زين ايه لا تسوي حركات بوجهك اللي لا ما يشوف في الديسكورد هو شوف 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 مغرب هذه 100% عشان اللي قبل خلصين منها زين طيب بناء السور بناء العمارة بناء البلاط بناء الخشبة بناء ابو سعد ذبحتني دمرتني والله وقال لك فكر وقال لك فكر مستحيل بناء بدون سور هذه بديهيات يا ابو سعد منطقي صح ولا لا منطقي 100% ما في 100%100% كنسلنا بناء عمارة 100% عمارة بسم الله حلو باقي لك واحدة احمد تعززت ترفع الادرينالين عنده انت بدك إيه صح صح لا تنسى اسكت خلي تحط صح صح ابو سعد يرحم امك بناء سور ولا بلاط ولا حجر بلاط وش الضغط النفسي مو شغله دي اي انا لا تلتفت على الشاشه الثانيه شلون اختار مو واحده ثلاثه ثلاثه حجر بسم الله يا اخي شكرا الحمد لله جميل خلاص يعني 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 حجر يعني انت انت في عصر انت في عصر في عصر في حجر في عصر كنت تفكر بعمق يا اخي لازم تفكر بعمق لازم تعرف مخي يا اودي تعرف مخي دوبك في الاشياء ذي يلا تحكي يلا بحط ميوت انا شلون اخليه يختار غيار مع رصاص تقدر تصير غيار غيار ذاك غيار ناري لا مو غيار ناري ذاك شو يسمونه طيب خريف لو اكتب لو اقول له راعي وحطلع حقه هذه ماشي صح موسم اكتب له موسم اي بكتب له موسم موسم واحده بس واحده وحط له اثنين عشان يختار حقه القديمه دي ان شاء الله يجيبها باذن الله بسم الله انا جاهز ابو شايع حطها خذها موسم موسم الرياض موسم الرياض واضح طيب موسم وش يعني موسم 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 خريف هذه واحدة ما خالصين منها وموسم موسم الرصاص حق يعني قصدها لا موسم أصيلة موسم سور موسم الماشية الغنم دائما موسم الطائرة لا لا موسم البيضة لا موسم الناي لا موسم عجون لا طيب موسم الغيار موسم الغيار لا موسم الخشبة الخشبة النباتات يقصد ما توقع موسم صندوق مبدئيا عندي خريف هذه خريف ضامنها واحدة عطني غيرها طيب يا مرحبا موسم موسم صندوق ما في موسم بلاط ما في موسم بصمة ما في موسم العلم لا موسم بلاط شوفها منطقية موسم قصده يوم العلم يوم العلم ما يعرف هذه السوالف هذه موسم القصبة ما في موسم رصاص ما في موسم أصلي ما في موسم سور ما في موسم ماشية موسم طائرة موسم موسم يعني حنا نركب الطائرات ونسافر منطقي موسم معجون موسم طائرة وبإذن الله هذا قصده لا يا أحمد يا أحمد لا أحمد أحمد ليه نسيت Game of Thrones ليه نسيت تكفى
الماشيه يا احمد الماشيه الماشيه جعل يمشي ببطنك والله يا احمد عطيته معطل استانس شوف كم الفرق بيننا يا اخي والله منطقي منطقي شوف مستحق الفوز مستحق الفوز مستحق لا تصرف لا تصرف لا مستحق يا شيخ شوف موسم طائره ايش العقليه ذي موسم الطائره يا اخي احمد انا حسبت التاوي يا اخي بالموسم الثامن لا بس خلي احمد نسيت جيم ثرونز صح يلا يلا انزل انزل تحت انزل تحت قالك كلمه جيم ثرونز انزل ما قلت لي انت ورت تتكلم خلاص احس انه بدون كلام اما نبدا يا الله يا رايد اخ يا ويل قلبي يا عيال برضه احنا نبدا اي احنا نبدا ضغطت اكيد فكر رايد مالك مالك صدقني انا بفكر بعطي ميوت وبفكر استاذ محمد اودن انت احمد تستنس كذا بوها لرجع انت ارتفع اندرلين عندك صرت تختار شيء لا 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 انا قلت الطائره بجيبها حنكه طائره حنكه انت مؤشر على الماشي انت وين لو مش ابو سعد والله اثق يلا 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 اثر اصبر طب اصبر مين ومدينه يلا انقلبت الدنيا دورك ايه تبي ايه بسرعه تبي ايه بسرعه ايه طب سنه واحد عندنا ركن البرد حار طياره اخضر في لندن طيب وش اختار احمد احنا احمر ورده وبقعه نجم مركب ارنب ملاك سياره شاعر ربيع دخان وطاوله منديل وخش اللي على لندن ايه يلا 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 لليلة الطالع ها لليلة الطالع لو بيس الطالع أنا جالس أفكر عيال ثواني بس لو كتبت له فضاء لو قلت له فضاء الفضاء وش فيه بقع بالفضاء صح أشعة بالفضاء وقت الفضاء لا وقت لا مركبة فضاء هذا بيقول أوكي بس تخاف يقول طيارة عارفة بيختار طيارة طيارة غلط طيارة نقرأ كلماتهم ملاك نرى إشارة طاولة نجم إيه بيختار نجم إذا قلت فضاء يا الله والله صعبة مرة أوه الله الله في كلمة حلوة لو اضبطها بسم الله أكتب له شمس الشمس الوردة تتعيش على الشمس لا 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 والأشعة أشعة الشمس والربيع بإذن الله والله لو يفكر صح لا أوقف أصفق له بإذن الله جاهز أحمد جاهز أحمد لما قلت الطائرة نقز مترين يلا رايح أربعة أربعة الحين خمسة بيحط جلطة الله اكبر طيب بسم الله الشوكولاته هذه مال امها دخل بالشمس الكلب ماله دخل بالشمس الورده تنبت من الشمس الحاره تشرق عليها الشمس الطياره ماله دخل بالشمس الظرف ماله دخل بالشمس بقعه يعني انه بقعه هذه من لا ما يكسب شفره ما اتوقع نجم جنب الشمس اصول مركب 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 شمس ما في أرنب ما في ملاك الملاك من السماء ينزل جنب الشمس ما أتوقع سيارة برضو ملاك موت من حرارة الشمس ممكن شخص يموت دخان من حرارة الشمس يطلع دخان قرع القرع هذا ممكن القرع نبتة تنبت النبتة من أشعة الشمس أشعة هذه أصول الربيع ما في طاولة منديل موقف وقت إشارة طاولة ومنديل وموقف وقت وإشارة موقف وقت اني اشوف الوقت من الشمس ها ولا دي زحفه اشاره من الشمس طيب خلنا على اشعه مبدئيا اشعه الشمس واحده والورده تنبت من الشمس النجم جنب الشمس هذه توقع الثنتين نجم جنب الشمس كله في الكوكب الثنتين الله لك عادي 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 لا 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 مو عادي لا لا مو عادي مو عادي مو عادي لا 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 مو عادي مو عادي كم عدد لا حلو بسم الله مساعد أقسم بالله أثق أقسم بالله أثق ما عليك عطني عن اللي قبله بجيبها ضرب ذا مايك خلاص كله خير كله خير كله خير حادث والله الحادث إجاباتك الله يستر شكراطي تسوي حادث لا والكلب ما يسوي حادث والوردة ما دخل بالحادث وحارة ما لها طيارة حط عليها واحد ظرف ما يجي بقعة شفرة الله يلعن بليسك مركب الله يبفق العدو أرنب ملاك سيارة موت من الحادث برضو ودخان من الحادث قرع ربيع طاولة منديل موقف برضو ممكن تكون واقف انت ويجي يصدمك واحد طيب دخان يصير حادث احمد اسكت احمد واصدم شكله صح دقيقه انا عطيت عليها مارك
والوقت ما يسوي حادث وإشارة يصير فيها حادث. طيب وش سويت أنت يا مساعد؟ أنا ورطت نفسي. طيب خلنا ندور أشياء أصول. الطيارة حادث هذه ما بيها كلام، لكن نسبة حوادث الطيران قليلة، فبخليها خيار أخير. السيارة 100% فيها حوادث، يعني ما أقول ما أحد حادث بدون سيارة. بسم الله. الله لا حقتو بارك الله فيني، حسبتها لنا الزرقاء صدعت. هذا اللي جبت لنا اياها قبل شوي. طياره مركب موقف اشاره طياره. انا خوفي نفس الجيم اللي راح، طائره جابت اسود الحين طياره تجيب اسود ثم ببكي موت. والله موت من الحادث برضو منطقي، خليني بشيل المركب لان اودن يعني انا عارف عقل اودن عارف يعني وكذا غريب شوي فما راح يفكر اشياء. شيل دخان موقف إشارة. طيب عندنا إشارة عندنا موت وقال حادث. طيب منطقي يا أخي، الواحد يقطع إشارة يجي حادث، هذا إحنا نعرفه. فبسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين. الحمد لله هذا؟ يلا لنا أمل لنا أمل لنا أمل. خايد عطي ثنتين زيادة، عطي ثنتين زيادة. إيه إيه إيه. إن شاء الله كله خير كله خير. يلا بعطي ثنتين لا يسلفون أحمد تسمعهم لا يسلفون. يلا لو اكتب له وقت وقت الوقت كيف خلي يجاوب عن الوقت. بقعة وربيع اكتب العصير، لو اكتب العصير بيطلع عصير. وقت العصير وقت مركب العصير طيارة ظرف شوكولاتة. لا بخاف يختار شوكولاتة عصير شوكولاتة. لا لا تكفون اخاف اكتب عصير يطلب شوكولاتة. موسم الربيع وحط له ثلاث كلمات اختار ربيع موسم مركب موسم موت موسم طيارة موسم ظرف كان موسم موسم حط ثلاثة أصول موسم وحط له ثلاثة ودي أحط له أربعة خليه يبدأ كذا يحس يجيب موسم مركب موسم وقت جعنا الموسم جعنا الموسم. طيب أنا ما راح أتكلم ما راح أتكلم تفضل. طيب طيب خلاص تمام تمام تمام. الآن عندنا أول شيء ثنتين يا رب. من قبل عندنا وردة وكان عندنا الوقت والقرى، وهذه كنت أنا أقول إنها حارة لكن شكلها رايد يقول إنها حارة، فالشمس حارة يمكن يقصد في احتمالية إنه يقصد الشمس حارة، هذه واحدة من الأشياء. طيب تمام تمام. مبدئيا وردة لأنها الشمس تنبت الوردة، هذه واحدة. أنت الوردة. الله الله الله. عندنا شمس وعندنا حار، هل يقراها يا عيال حارة ولا قراها حارة؟ طيب خلنا على موسم 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 الربيع واحدة وموسم موسم موسم مركب موسم أرنب موسم ملاك موسم الموت موسم الدخان موسم طاولة موسم موقف. يا أخي إيش موسم هنا؟ ربيع وهذه واحدة ثانية مفروض 100% موسم موسم الربيع. الحمد لله باقي لي ثنتين. الله أكبر باقي لي ثنتين، واحدة عن شمس واحدة عن موسم قرع وقت. موسم طاولة موسم موقف اقسم بالله موسم ما في اي حاجة تركب مع موسم. ما في موسم الشوكولاتة ما في موسم الكلب ما في موسم اني طيارة واسافر بتطلع السودة موسم مركب مركب والله ما اعرف والله رايد بختار 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 على شمس شمس انها نعرف من خلالها الوقت هذه واحدة من الاشياء. اللهم لك الحمد بقى اللهم لك الحمد يا رب دائما وابدا. والله عاد هذه الوحده اقسم بالله ما ادري صراحه بختار حاره. لا حاره ما جاوبنا عنها طلعت الشمس. موسم القرع ما في الا موسم القرع. عادي 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 يا اخي ايش موسم يا اخي موسم ايش موسم والله ما تركب مع اي حاجه. صادق صادق صح عليك صح عليك. انا كله 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 سولفت كله خير كله خير ان شاء الله. تفضلوا يلا عندكم ايه ولد لا تنسى واحد حقت امس والحين اثق الله لا يبارك لك. استغفر الله العظيم. الياسمين الياسمين شوكولاته كلب حاره حاره ديني طياره ظرف بقعه شفره مركب ارنب ملاك الى الان لا موت دخان الموت من حقت امس طاولة من دي الموقف بس التيس ما شرح لي هل الياسمين ثنتين ولا حقت أمس وحقت الياسمين واحدة فخلي نشوف. طيب يا أخي والله كنت أبيه يختار حارة كنت أبيه يختار من اليوم عشان أعرف أبدأ بحارة على أنه حي الياسمين حارة في الحي فمنطقي. الحمد لله
الحمد لله. الله يكرمك يا رايد. اي الحمد لله يا احمد. انا الحمد لله انك ترددت اخر شيء، بغيت اموت قانون يرتفع. طيب نرجع لحادث. حادث قلنا هيجي حادث طيارة، بس اودن يقول بديهيات. الحادث ايش يسوي؟ اكيد ما يسوي منديل، يسوي موت. طب اقول موت. الحمد لله يا مساعد اثر. الحمد لله الحمد لله العظيم اثر. الحمد لله. ما علي رايد، لو تعطيني تنتين الان بفوز عليهم. ترى الواحد تنتين رايد يفوز له 10,000. يلا 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 يلا. ما اقدر يا جماعه الحين مره. مو موقف خاص يعني، لو اكتب جراند جراند في شفره بجراند في مركب. انزل المركب، ما يقول انزل المركب، هم ما يقولون انزل المركب. لو اكتب جراند بيجاوب على بقعه بقعه. لو اكتب فضاء، مركبه فضاء وطياره، بيقول طياره بالفضاء. بقعه بالفضاء، في بقعه معروفه، اذكر انه في بقعه بالفضاء، اقسم بالله اني اذكر في بقعه بالفضاء وبعثوا عنها. بس احمد يعرف ولا ما يعرف؟ ما يعرف. لو اكتب جراند شفره ومركب يعرف احمد، يعرف بإذن الله أنه يعرف. إيران تكفى يا أحمد، لعبتك تكفى يا أحمد. حسبي جيبها كراكت. وش هذا؟ وين الحرف هذا؟ كيبورد إنجليزي. موسم الأرانب يا عيال، موسم الأرانب. ها؟ إيش؟ ولا شيء ولا شيء. يلا الحين ببدأ. يلا بسم الله، 1 2 3 خذها مني. جراند دقيقة، بجراند ما في شوكولاتة، ما في كلب، في طياره بجراند، ما في ظرف، بقعه، شفره، شفره، في شفره بجراند صح؟ شفرات، يمكن قصته شفره زي يلا عاد انا بمشي، شفره، مركب، نركب احنا بجراند، ارنب ملاك، ما في دخان، بجراند فل دخان، طاولات مليانه بجراند، مواقف فل بجراند، يوه الله يستر عليكم بقيت شيء. اي بجراند على تفكير رايد، حلو؟ رايد على تفكيره بجراند، رايد على تفكيره بجراند. ما في كلاب، ما شاف كلاب، شوكولاته ما في، ظرف ما في، بقع ما في، شفره، رايد شفره بجراند 100%، شفره شفره. هذه واحده، اللهم لك الحمد. الله الله. باقي ثانيه، مركب، دخان، موقف، طياره. رايد يقول جراند، وش في بجراند؟ في طياره بجراند، مركب بستبعدها، ما ادري وش مركب بستبعدها، دخان، في دخان بجراند، وموقف، دخان موقف، طاولة، طاولة مستحيل. كنت طاولة تصويت. لا مش لا 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 يتفلسف عيال، لا يتفلسف، يذبحني يتفلسف. بسم الله الرحمن الرحيم. مركب، مركبة. يا رب يا رب يا موقف. رب. موقف دخان طيارة. موقف دخان طيارة، والله كلها صراحة ما في أي حاجة ببالي. طيب. ليلي. السلام عليكم. اختار لي طيارة دخان موقف. والله؟ نعم. هي تراني ذمه هنا. انا يعني صراحه شارك معك بذمه. نعم. هذه يا اخي جراند، جراند لين ضربت ضربتين بالسلاح وش يصير لاعبك؟ صداع يبيله واحد احمر. ف 100% لي تكبره، لي تكبره يا ربي. ببكي ببكي بتطلع السوداء. هايدا باخذ طياره، لان جراند فيها طيارات. هليكوبتر جراند، هليكوبتر طياره، هليكوبتر ما في طياره. الحمد لله الحمد لله. اودن اودن احمد يا مركب يا مركب يا زارو. هي ثنتين ولا ثلاث؟ بقيتني واحده ابغى اطفي اللعبه. اوفر اوفر اوفر. انا بعدها برجع الموسم، احتاج اعرف الموسم ايش كان، واحتاج اعرف جراند. لا قلنا الموسم خلاص خلصنا، قلنا برضو مغبون، ابغى اعرف ايش الموسم اللي كان فيه موجود. بعدين هذه كله خير ان شاء الله. وشو مركبه يا ابني؟ مكتوب مركب، كيف صارت مركبه؟ لو جاب لو غلط الان بوحده هو يدينا هذه الفاصله يا عيال. ترى ابو سعد سم، اخرج من صندوقك سم، ارمي ليه تعطي ثلاث؟ طيب طيب كندر، بسم الله الرحمن الرحيم، شوكولاته، كلب، لا ظرف، والله كندر يجيب ظروف، الكندر ذا بقعه، الكندر يسوي بقعه، ومركب ما له دخل، أرنب ما له دخل، ملاك ما له دخل، دخان ما له دخل، طاولة ما له دخل، منديل ما له دخل، ما له دخل. هيه هيه بسم الله الرحيم، استبعد بقعة، لا قال اخرج عن صندوقك، ظرف، يعني الكندر يجيب ظرف، هذاك كندر الثاني، وشوكولاتة، خلينا نختار شوكولاتة عشان ارتاح اول شيء، وكندر صح؟ ايش وكندر؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. طيب
الكندر يسوي بقعة لما يمكن ثوبك يمكن كندر تمسح بالمنديل. اي والله اللي ما اخترت منديل دام انك اعطيتني اياها. اي والله ما اختارها احمد تصريح ما اشوف شات تكتبون منديل والله انا اللي اشوف اودن. اخي اودن يا اخي ليش يقول يطلع من الصندوق؟ والله اختار ظرف. الحمد لله اي لا لا كندر بضر متى صار كندر بضر؟ لا 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 في الكراتين في الكراتين والله بندر كل حياته كراتين كندر. اي بس اسمع رايد رايد ركز الحين اباه اقول لك شيء اباه احط الثلاثة عليك والباقي عندك. طيب اسمع رايد عطني سيناريو ثلاثة بسيناريو ثلاثة بسيناريو انا عرفت واحدة. اسمع انا عرفت واحدة عرفت واحدة تمام من اللي قبل عطني حد فيك. يلا سيناريو محبوك صح ما عليك بفكر. يلا اي مو كلمة اي كلمة هي انا مسوي يا شو وش اكتب لو اكتب له انا مصدع انا مصدع انا مصدع تكفون انا ما ادري وش اكتب لو اكتب له لو اكتب له كراج موقف مركب وبقعة بقعة لو اكتب له حوش ورشة 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 فيها موقف ومركب وبقعة بقعة بقعة زيت. والله العظيم لو يفكر نفس تفكيري والله نفوس. لو اكتب له ورشة يبعد كلب بيبعد بس بيقول دخان يقول طاولة لا طاولة دخان لا مركب وورشة ورشة يختار مركب وموقف وبقعة بقعة وصول يا ربي يا الله يا ربي يا آخر عملي يا الله يا رب ما أقدر أسوي أكثر من كذا. أنت يلا روح كله عليك. أودن 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 نظرني فازوا إذا عرف الكلمة اللي قبل تراهم فازوا يا رب. صوت صوت تمام ها. طيب رايد أنا بتكلم الآن. اولا رايد قال جراوند وقال لي كلمتين تمام والان انا عارف واحده انا عارف واحده من قبل هو معطيني ثنتين ورشه واضح انه يعني قاعد يحاول يسوي سيناريو ويصير بالورشه. طيب بالورشه في دخان الكلمه اللي من قبل عشان اريح راسي عشان اريح راسي انا بختار مركب في البدايه مبدئيا لان هذه من الكلمه اللي قبل شوف اللهم لك الحمد. اللهم يا ويلي يا احمد كتمتني باقي لي ثنتين باقي لي ثنتين. هي قال كتمتني ايش قال كتمتني؟ عشان دخان يمكن دخان يا عيال كتمتني يعني دخان كتمتني هو مكتوم الان يعني دخان هذا المنطق. قال كتمتني ودخان او انه ما يبغاني ياخذ دخان خوفتني خوفتني لا كتمتني انت الله يقطع. طيب خلنا على ورشه. طيب ورشه هل في كلب الورشه؟ لا بقعه 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 هذه بقعه اي مبقع موتري مبقع بروح الورشه هذه وحده. ملاك ما في ملاك بالورش ارنب وين ما في مستحيل. طاوله بالورشه طاوله محطوطه بالورشه ومنديل محطوط بالورشه موقف اي موقف موقف انا بوقف بالورشه الان عندي موقف موقف بالورشه الله يقطع ابليس ورشه بالورشه يا عيال لازم الان اجاوب ثنتين. دخان هو واضح ما كان يبغاها بس بختارها ولا بكنسل يا رب العب صافي يلا بقعه هذه لازم تكون بالورشه موتري في بقعه بصلح الموتر بضبطه اسوي فبقعه بختار اذا ضاعت بقعه عادي والله اني خايف اختار بسرعه انا بتحميت اسمع لها 10,000 يا احمد اختاره طاولة منديل وموقف دخان راح احطها مع دخان واحس انها دخان. احمد لازم يعرف انه موقف بالورثة في موقف والله انه في موقف يذبحني بيختار لي طاولة بلعب بلوت انا. بسأل السؤال ما ادري مسموح ولا لا هل عادي اسوي تصويت للاربع كلمات ولا لا اشتهد؟ لا لا الشات معرقين الشات مش يعرفون في الدنيا والله ونظور رد فعل رايد يفضحوننا. اي طيب 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 ليلي انا ما سمعت ترى اختار لي واحده من الاربع كلمات. يا بنت خصمك خصمك اختار لك ليش؟ ليه بتفكر؟ ايه انا قلت لك رزمه ضمير انا. طيب خلاص 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 بالورشه
منديل ما فيه، استبعد منديل. بالورشة في دخان، بالورشة بطقطق علي بطقطق علي أو لا ما فيه بطقطق علي، أنا عارفه زين بطقطق علي، عندي دخان بطقطق، عندي موقف. يعني الآن أنا غلط واحد بدفع عشر؟ لا ما بيننا فلوس أنا أخوك يا رجال. يعني أقسم بالله أني كده بتحت ضغط مش طبيعي، والله ما يجوز، والله والله ما يجوز. رايد بسوي حجرة بقرة، رايد بسوي حجرة بقرة ترى. ليه حجرة بقرة؟ بسم الله، خلاص ما عاد أقدر الضغط، ما عاد أقدر. حجرة بقرة قلي عمي عد العشرة، واحد اثنين ثلاثة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. يا متى أقدر يا لعبت مع صامي يا احمد، اخ والله لعبت مع صامي تكفى. الحمد لله رب العالمين. دقيقه استعلون استعلون، قايل لكم راس مالها وشو فلوس. دقيقه انا ابغى اعرف حاجه، معلش هذا وشو موسم، وشو موسم تعال. انا علمك، انا علمك بعلمك الاب بكل حب. الحين فزنا، هذا بتزبدني يلا علمني موسم. الموسم موسم الربيع، ما كانت ربيع موجوده في موسم. اقسم كيف مو ربيع موجوده، مختار انت موسم الربيع حلوين، هذا شيء. واللي قبله حقت وجراند نسيته اثنين. جراند شفره، شلون تفك الشفره؟ مو تفك حطيت شفره تفك عليك، طلعت صح. والمركب مركبه، يعني لازم احط لك حرف الهاء. اي لا مركبه ذي، والله ترى ما فهمت الا بالتوضيح. اقول لك يا احمد مركبه السياره، لكن جي جي يا ابو اودا. لا ابو مشوار، والله انا اسمعني تعبني اليوم بس صعبين ترى، ما حد يفوز. ابو ذا اول شيء راس ماله فلوس، الحمد لله. والاخوان ما بينهم فلوس، لا تطق البذخ، بس لا تطق البذخ بس يا اخي. لا لا يعني اصبر، خنفاوض تكفى يرحم امك خنفاوض. شوف عندنا ما نبي دراهم، حتى لو ان فايزين ما اخذناها. بس انا بالله قل اللي في المقطع باقي لي 40000 ولا 500000. والله يستاهل طبعا، اكيد هذا شيء اكيد. ما قصرت لليشن انت اودن ودوه ابو شايع، حساباته تحصلونها بالوصف يا جماعه.